البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. وصباحكم مبروك وجمعه مباركه. كما شفتوا اليوم نهار الجمعه، ونهار الجمعه ماما كدير كسكسو وكتقولي باش نمشي نتغدى معاها. زعما نهار الجمعه حقاش كسكسو كما كنعرفوا كاملين، كسكسو كيبغي الجماعه ما كيبغيش جوج الناس. هذاك الشيء علاش غادي نمشي عندها دابا. وفي لا فيديو ديال اليوم غتكون مختلفه على لي فيديو السابقين، حقاش هذا غنديروا الروتين ديالي ديال نهار الجمعه، فين كنمشي وشنو كندير وشنو كنوجد. داك الشيء علاش نتقاسم معكم ونبدلو شويه من لي فيديو السابقين باش يكون واحد التغيير شويه. جيت عند لوبتيسيان، ولوبتيسيان خالتي، وجيت باش نبدل الكادر ديالي. كل مره كنقول غنبدلو اليوم غدا اليوم غدا، صافي تناقز. وقالت لي خالتي علاش اللي ما تجيش تشوفي الكادر اللي غادي يعجبك باش تبدلي الزاج ديالك. وصافي، وانا جيت، وخليكم معايا حتى الاخر ان شاء الله في هذا لا فيديو. هانتوما البنات، كاينين التشكيلات غزالين، هذا البوردو هذا حتى هو زوين. كاين هاد الموف هذا، ها هما البنات الكادر اللي اختاريت، هو في الفيولي، كيعجبني هاد اللون صراحة. بغيت نبدل حقاش قبل كان عندي الماغون، وقبل الماغون كان عندي النوار، يعني كنت ديما كندير يا إما الماغون يا إما النوار. كنت بغيت نبدل شوية لاكولوغ واختاريت هاد الفيولي هذا، كيجي زوين. لاباس عليكم؟ كما شفتوا راه انا جيت عند ماما تغدينا، وقلنا غنشاركوا معكم واحد الحلوه ديال لاكريم. يلا جبنا الصخره ديالها وجينا وغنشاركها معكم. واحد الطريقه ناجحه الصراحه. انا قبل كنت كنصايبها بلا جينواز، ولكن ملي ماما جربتها بهذه الطريقه جديده جات زوينه صراحه، وكتجي رطبه وغزاله. خليكم معايا نعطيكم المقادير والطريقه اكزاكتومون كيفاش كتكون، وان شاء الله حتى نتوما تصايبوها وتعجبكم. خليكم معايا. كاينين 7 المعالقات كبار ديال الدقيق، ومعاهم شاصيه ديال الخميره حمراء. كاينين 7 ديال السنيده، كاين هاد الياغورت ديال درهم، كاين 7 المعالقات ديال الزيت، كاينه بيضه، كاين 7 المعالقات ديال الحليب. تبارك الله عليك ماما، داك ديال الحبيبه ديالي انا حتى نتوما البنات. نتوما غتشوفوا شوميشه دابا غتبدا تخدم وتصايب لينا. يلا بدا يا اختي. وها هو هذا المول، ودابا غتشوفوا الطريقه كيفاش غادي تصايبها. نبداو بالحليب هو الاول كما كتشوفوا، كنعاود ندير الزيت. نزيدو الياغورت، نزيدو بيضة، نزيدو السنيدة، وغادي نطربو هادو وغنعاود نرجع معاكم. ومن بعد البنات ما طربات داكشي الاول، بقى الدقيق بوحدو هو الاخر. هاد المول اللي غادي نخدمو به، درنا ليه شويه ديال الزبده، دهناه بالزبده ودرنا فوق منه الدقيق، ودابا غادي نديرو فوق منه الخليط ديالنا. وصافي، ها هي دابا واجده، ودابا غندخلوها الفران. هي الكريمه ديالنا،
دابا غادي نطربها باش تطلع. وها هي البنات، من بعد لاباط ما طابت راها واخا كتبان لكم بيضه راها طايبه مزيان، غير المول ديال الزاج ما كيخليهاش تكون ما كتجيش محمره. ومن بعد طراسيتها بهاد الساخكل وقطعتها على حساب الساخكل ديالنا، حتى نتوما غديروا العبار ديال الساخكل اللي عندكم. ومن بعد غادي نسقيوها، انا سقيتها بشويه ديال شويه ديال الحامض والسكر وشويه الفاني. المهم نتوما تقدروا تسقيوها باي حاجه، بغيت تسقيوها بالليمون ماشي مشكل، حتى هي كتجي زوينه. المهم ما وريتكمش كيفاش سقيتها وباش سقيتها حقاش ما كفانيش شويه الوقت. المهم هذه راها سقيتها ودخلتها للثلاجة بما بردات مزيان، وبما كانت هي في الثلاجة طلعت انا لا كريم فريش وخديت شويه ديال الكيوي قطعته باش غادي ندير الكيوي من الفوق، عاد باش غندير لا كريم من فوق منهم هي الاخرى. المهم الديسير اللي كان عندكم في الدار ديروه البنان ولا الفريز ماشي مشكل كيجي زوين. هاد البنات ما درت لها لا كريم، غادي ندخلها للثلاجة باش تبرد مزيان باش نديمو ليها عاد باش نزوقها. هيا خليت باش نديكوريها من الفوق. وها هي من بعد ما ديمو ليتها هيا كيفاش كتجي. ودابا غنبداو في لا ديكوراسيون، غنطرقو ليها بعد الجنيبات ومن بعد نوريكم، خليكم معايا وشوفوا الطريقه. البنات هاد الجناب غنبقاو نديرو بحال هكدا، وهاهي البنات من بعد ما قديتها من الجناب دابا غنقادها بكرتاريت على كوبيل هو اللي غنديرو. بغيتو ديرو الكاكاو ديروه ماشي مشكل. وخدينا هاد الشكلاط هذا ونبقاو نزوقو بيه هاد الجنيب هذا بحال هكا. وها هي الحليوة ديالنا البنات من بعد ما وجدات، شفتو كيفاش كتجي؟ صراحة كتجي غزالة والمنظر ديالها تاهو كيجي زوين، وحتى الديكوراسيون اللي اختاريت راها ساهله وكتجي زوينه. وكما شفتوا درتنا لها انا شويه ديال الشكلاط. وما تنساوش البنات الا عجبتكم لا فيديو اللي مازال ما شاركتش تقوم بالاشتراك، مرحبا بها معنا، وتقوم بتفعيل الجرس باش يوصلها الجديد. ولا عجبتكم لا فيديو خليوا لي لايك وخليتكم على خير وبصحه وراحه.